مستمرين وياكم مشاهدينا الكرام بكل فقراتنا الخاصة لحلقة هذا اليوم، وعودناكم دائما بكل حلقة من حلقات البرنامج يكون محور مختلف عن السابق. محاورنا كلها مختلفة، إذا كان محلي أو على صعيد وطن عربي وحتى عالمي، وعراقيين مغتربين يقدمون أجمل صورة لهم وصورة لبلدهم خارج العراق. فاليوم محورنا جدا مختلف وجدا مميز لثنائي جدا جميل، كل شخص يشاهدهم ويشاهد محتواهم اللي قدموه على السوشيال ميديا يكون له حافز ويحب انه يمارس الرياضة اللي يقدموها، وايضا يتقبل بنفس الوقت الحب والاحترام الغير مشروط اللي قدموهم باجمل صورة. الثنائي اللي هي الفتاة العراقية سولين وزوجها ريان برنارد من جنوب أفريقيا. يمكن اللي راح يسمع راح يستغرب، عراقية وزوجها من جنوب أفريقيا. لكن بداية احنا طبعا راح نشاهد وياكم مقطع فيديو لمحتواهم اللي قدموه على منصات التواصل الاجتماعي بكل حب وبكل احترام، فخلنا نشوف وياكم احنا هذا الفيديو للثنائي سولين وريان. الشاجور اللي ما يخلص والنار اللي ما حد يلزمها. ايوه ما نسكت نسكت ليش، اليوم الحق نرد لنا بالذله لا ما نعيش حالين وما حد يوصلنا. حاول يما الحق نتعنى ونعدل الذمه، قولوا للظالم دينا نوطي الراس. اسمنا احنا ويا ويل الباقه، ما نسكت نسكت ليش، يا هل ما شبري في جور روح وانا ليل وينسمع لنا ايوانا، ليل وينسمع لنا ايوانا، بعرسك خلصوها رد حوانا، بعرسك خلصوها رد حوانا، وقاضيها لطم بدنيا ندين. موت يا مدلل الموت يا مدلل الموت يا مدلل، غناك وانت بعيد علي ولع. شفنا وياكم احنا من اجمل المحتوى اللي قدموه، يعني واحنا نشوفهم ويانا اكيد بالجو المباشر سولين وريان، اجمل صباح مفعم بالطاقه الايجابيه على اجمل ثنائي بمنصات التواصل الاجتماعي. صباح الخير سولين. صباح الخير مصطفى، اهلا وسهلا. أهلا صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير. اسعدتونا جدا بهاي البدايه، ما شاء الله كلكم طاقه حيويه. يعني فعلا الواحد من يريد يبلش صباحه باي يوم من ايام حياته يشاهد سولين وريان بهذه الصوره الجميله الايجابيه اللي تقدموها بكل حب وبكل حيويه وبكل تفاعل، يعني وهذا التناغم الجميل اللي بينك وبين ريان. فاحنا نتمنى لكم يا ربي يعني ببدايه هذا المحور انه دائما طاقه ايجابيه مفعمه بالحيويه، والله يديم عليكم هذه المحبه يا رب. تسلم يا رب، شكرا، اسعدنا هذا الشيء، وشكرا استضافتكم، ان كلش سعيدين بوجودنا وياكم اليوم. نورتونا سولين. نعم. وريان، بداية ممكن تعرفونا عن نفسكم على طريقتكم الخاصة، النشأة، شلون تعرفتوا على بعض، واختصاصكم والموهبة اللي وصلتوا بها لهذه المرحلة. أكيد، بس بداية خليني أقول لكم أنه لازم أترجم كل شيء ريان. تمام. بالإنجليزي وترجمته إياه بالعربي مرة ثانية حتى يكون أكو تواصل بيناتنا. أوكي أوكي. لأنه هو شوية عربي مالته شوية بعد قليل. فبالبدايه انا نشأتي بالعراق ببغداد، اصلي كرديه بس مولوده وعايشه ببغداد
وجيت للإمارات سنة 2003 من بداية الأوضاع، وبعدنا عايشين في دبي من هذاك اليوم. تخصصي هندسة ديكور داخلية، درست وتخرجت بدبي طبعاً. هواياتنا وأشياء اللي نحبها مثل ما تشوفون الرياضة، الأشياء الإيجابية أو التفكير الإيجابي، وهالأمور اللي نحاول ننشرها إحنا دائماً على السوشيال ميديا. ننتقل هسه الريان. ريان. Oh yes, yes. My name is Riyan Pernal. I'm from South Africa, Cape Town. Afrikaans speaking. Personal trainer, content creator, a life coach. I studied chef. That's why I love the food, and of course, the Iraqi food is the most Polish taib, wallahi. So yeah, that's in a short me. I live in Dubai, and I train people. I make content, and I'm married to Iraqi. Alhamdulillah. اهلا وسهلا بك، احنا سعداء جدا يعني. لا يحكي العراقيه بطلاقه شويه، هو ده يحاول شويه شويه يتعلم، يحتاج يترجم. اي تفضلي ترجمي للناس لانه المشاهدين مو كلهم فاهمين اكيد. اوكي، اسمها ريان برنا، طبعا هو جنوب افريقيا، وجنوب افريقيا هي دوله بها الانجليز وبها يعني هوايه اختلاف او ثقافات مختلفه وجنسيات مختلفه، فهو من جنوب افريقيا اصلا، لكن هو اصلا انجليزي وفرنسي يعني اجداده. نعم. هو عايش ومولود بجنوب افريقيا طبعا، واجى دبي من بعد ما تزوجنا. حاليا هو مدرب شخصي، هو متخرج كلايف كوتش، اللي هو مدرب شخصي، وهو اللي يعلم الناس شلون يفكرون بطريقه ايجابيه، شلون يعتمدون على نفسهم والى ما اخره. حلو، هذا المختصر عن ريان. حلو. طيب سولين، أنا أريد أسألك السؤال اللي يتراود بذهني وذهن أي شخص هسه يشاهدنا، إنه أنت عراقية الأصل وريان هو من جنوب أفريقيا. طيب هنا شلون التقيتوا، شلون صارت هذه العلاقة، شلون تعرفتوا على بعض؟ بصراحة هو باختصار تعرفنا على الانستغرام، بس أنا قبلها كنت رايحة الإجازة لجنوب أفريقيا، عندي أهل هناك، فكنت رايحة أزورهم. ورا ما رجعت كنت حاطة بوست بنفس الهاشتاج اللي هو حاطه، والهاشتاج معنا إنه ضلينا نسولف ضلينا نحكي، وبعدين أنا رحت لجنوب أفريقيا مرة ثانية لزيارة، ووراها هو اضطر يعني إنه يجي لدبي حتى يتقدم لي ويتعرف على أهلي وأهلي يتعرفون عليه. بالمختصر تعرفنا على الانستغرام، هذا اللي جمعنا، من هو بقرر وأنا بقرر، وجمعنا على السوشيال ميديا. Yeah, and 2 weeks after we met on Instagram, I believe Allah said to me that I will marry her, and I told her that. So. يقول بعد أسبوعين من تعرفنا على بعض على الانستغرام كان عندي إحساس إنه الله قال لأنه راح أنت راح تتزوجها لبنية، فهذا الإحساس اللي كان عنده من البداية. الله يديم عليكم يا رب ان شاء الله هذه المحبه. ويعني اكو شغله كلش حلوه اللي هي عند ريان، انه هو ساكت وهو يتحدث، اكو ابتسامه سمايل على وجهه جدا جميل. صحيح صحيح. شكرا شكرا، الحمد لله، كلش خلى الناس تحبه، خلاني انا ما احبه، انه هو دائما بشوش ودائما ايجابي، الحمد لله. الحمد لله. حلو، احنا سعيدين جدا بهذه العلاقه. سولين، اللقاءات، الانطباع الايجابي الحالم باول اللقاءات تستمر بعد الزواج؟ يعني ريت جواب يكون صريح وعفوي منك ومن ريان. بصراحه هسه احنا شخصيا علاقتنا احسن بهوايه من البدايه، يعني هسه قمنا نعرف بعض اكثر، قمنا نتعلم على بعض اكثر، نفهم بعض اكثر، ف صار يعني هذا الانطباع الحالم على قولكم صار اكثر، لانه هسه نفهم بعض، تعودنا على بعض. فبالبدايه كان اكو شويه ارتباك بالموضوع، انه هو عنده افكار مختلفه، انا عندي افكار مختلفه، ما كان هالتوازن موجود. هسه الحمد لله بصراحه احسن، الحمد لله. الحمد لله، الله يديمكم يا رب. طيب هنا سولين، يعني هل كان زواجكم هو اول انطلاقه يعني على السوشيال ميديا ومنصات التواصل الاجتماعي، لو الموضوع كان بالصدفه وغير مرتب له؟
بصراحه هو كان عنده يعني من البدايه كان يطلع التلفزيون لما كان افريقيا، وانا هم كنت حابه ابلش بهذا الشيء. بس صدفة لما تزوجنا وبدينا احنا ننشر سوية، صدفة صار الموضوع انه الناس يحبوه، الناس مهتمين به اكثر، فتقدر تقول الاثنين يعني. اها حلو. طيب سولين، هل تواجهون تفاعل ايجابي او هناك انتقادات على محتواكم من قبل المتابعين على السوشيال ميديا، خاصة بالمشاركة بالتمارين الرياضية على اغاني عراقية؟ الحمد لله هذا الموضوع خصوصا التمارين على الاغاني العراقيه الناس جدا حابيه، لانه يعطي حافز وينطي الناس دافع انه تحب الرياضه وتبلش رياضه. وهواي ناس من وراء فيديوهاتنا وبوستاتنا اللي نسويها على الرياضه بداوا يبلشون رياضه، بداوا يغيرون نظام حياتهم، بداوا يحبون الرياضه اكثر. فالحمد لله اللي هسه كل الانطباعات ايجابيه، كل الانطباعات حلوه، وان شاء الله يا رب دائما تكون. ان شاء الله يا رب. هنا كانت فكره منو سولين؟ انت لو كانت فكره ريان انه تقدمون هذه الرياضه على الاغاني العراقيه؟ كانت فكرتي هي، احنا اول شيء قبل ما هو بدايه التيك توك خلينا نقول بدا الموضوع، قبلها احنا كنا نسوي فيديوهات رياضه سويه، فلما بدا التيك توك بداوا الناس ينزلون تحديات على اغاني افريقيه او اغاني اجنبيه، فاني ما حبيت يكون فتشي معيود، ماكو فتشي جديد، فقلت ليش ما نجرب انه نسوي على الاغاني العراقيه، الاغاني العراقيه مو قاصره يعني. لا وهي مسويت لواها سر ريان ايضا الاغنيه العراقيه. كلش هو همينه يعني كلش يتحمس بسرعه ويحب هاي الاجواء، يحب الفرفشه. بالضبط، فهو يترك الرياضه ويختم بدانسينج خاص بي. بالضبط، هسه هو لما يروح للجيم عم يتحمس يحط اغاني عراقيه ويتحمس عليها. طيب ريان، عندي سؤال لك، عندما ارتبطت بسولين، لما ارتبطت بسولين هل كان لديك سابق معرفه بالاكل العراقي؟ لان نشوف عندك مقاطع غنائيه تتغنى بها بالاكل العراقي. Before you meet me, did you know about Iraqi food? Because they see that you look love Iraqi food and you always sing about it. Yeah, so I used to study chef and I love food in general, but I never meet or came into contact with Iraqi food. The first time I see dolma, I look at it, I'm like, what is this? But when I taste it, oh, Kurdish taib. Voila, the Iraqi food is the best food in the world. Voila, I love it. I love it. Taib, Polish taib. يعني هو دارس شيف كان بالجامعة، لكن ما عمره اكتشف أو طبق الأكل العراقي. وأول أكلة عراقية هو عرفها كانت الدولمة، ولما شافها يعني اخترع انه شنو هذا اللي انت تقدمونه، شنو هاي الاكلة اللي تاكلين، افضل طبق عراقي عنده. طيب انا ايضا اسال ريان يعني سولين عن موضوع الاكل، من هنا انا عندي ابداع اكثر بالطبخ، انت او هو؟ وهل جرب انه يعد ويقدم يعني اكلة عراقية؟ Who is more creative in food and cooking, and did you try to make Iraqi food? I think Solin, to be honest, Solin is good in cooking Iraqi food. Good. But أي نعم. اعتقد يمكن شبكه الانترنت ضعيفه، يعني هذا الحب اللي بيناتهم والصوره اللي دا ينقلوها بشكل جدا عفوي، يعني تحسين انه اكو وايد ثنائيات على السوشيال ميديا، لكن تحسين انه هم متصنعين بالمحتوى اللي يقدموه، لكن هنا نشوف اكو محتوى ايجابي دا يقدموه بصوره جدا ايجابيه وعفويه وقمه التواضع، يعني هم مو همهم الاساسي ينقلون انه اني زوجتي فلانه او اني زوجي فلان او شوفوا زوجي او شوفوا زوجتي ايش قد هي حلوه. مو هذا الهدف، هدفهم انه يقدمون محتوى ايجابي بصوره جدا عفويه باجمل حب واحترام من الطرفين. يعني بما انه احنا نحكي على موضوع الدولمه وحكينا وانه ريان استغرب باكله الدولمه وصارت اكلته المفضله، فخلينا نشوف فيكم احنا هذا الفيديو الخاص بالدولمه العراقيه وريان وسولين. اليوم سويت دولمه هواية طابت، خليني أوريكم شلون. أول شي غسلت الخضروات
بعدين كشرت البوصل لا هتعلم منهم معناي وراها ثرمت كل الخضروات وعيني دمعت من البوصل بعدين خلطت المكونات وآخر شيء بديت ألف الدومة وخليتها على نار ساعة ونص وهسه صار وقت الأكل هويتشي هتسوون الدومة هارلي هف علينا يعني حتى هذا الترند بالسمك اللي سواه يعني هو الترند سواه بطريقة الأكل والسمك المزقوف العراقي وطريقة صناعة الدولمة هو شرح يعني هذا المحتوى والقوزي اللي شفناه اللي له هذا الحب لو ما أريده يعني شارك أيضا هذه الأكلات العراقية بأجمل الأغاني العراقية بالنغم العراقي وطريقة الرقص اللي قدمها يعني اللي أولا هي غير مبتذلة وطريقة جدا جميلة وعفوية أهم نقطة اللي هي بحياتنا بصورة عامة العفوية هذه اللي دائما هي فعلا توصل رسالة للعالم أجمع أنه حبوا بعض بعفوية قدم شخصيتك بعفوية بأجمل صورة إيجابية وحيوية يعني سولين وريان يمكن خير دليل لأجمل ثنائي يعني من وجهة نظري على السوشيال ميديا هم يعني رسالة أكثر من رسالة يبثون من خلال هاي الطاقة الجميلة والعلاقة الثنائية الجميلة اللي بيناتهم إنها رسالة حب رسالة العفوية رسالة التحفيز على الإيجابية وأنه ممارسة الرياضة أيضا يعني أنا أحد الناس اللي راح أتابعهم حتى أمارس رياضة فعلا والنقطة الأساسية الأكبر أنه سولين حافظت على الإرث العراقي يعني قدمت صورتها بصورة جدا مشرفة للمرأة العراقية إذا كان بشخصها المحترم وظهورها المحترم على السوشيال ميديا وبنفس الوقت الأكلات العراقية والأغنية العراقية وطريقة كلامها يعني لليوم هي اللهجة العراقية اللكنة العراقية ما زالت محافظة عليها وتتعلمها لزوجها ريان بنفس الوقت وتتوصل رسالة للعالم أجمع أنه خلوكم تنقلون صورة الإيجابية لثنائياتكم حتى لو كان بحب لكن بشكل إيجابي بمحتوى صحيح يعني احنا نشوف اليوم على السوشيال ميديا الثنائيات اللي تنقل موضوع أزيائها موضوع سيارتها موضوع مجوهراتها أو موضوع شكلها أو موضوع شكلها لا هنا التفصيلة مختلفة هنا نشوف فعلا محتوى. ثنائي حب بطاقة إيجابية بتواضع برسالة جدا سامية ومهمة اللي هي انه التواضع والمحتوى الايجابي هذه النقطه اللي جدا اساسيه انه دا يقدمون محتوى ايجابي تماما محتوى ايجابي اولا وثانيا الدرس الاكبر انه الحب لا يعرف المسافات ولا يعرف اختلاف الثقافات ولا يعرف اختلاف العادات وما يفرق بين اي اثنين بالفعل يحبون بعض هو قالها يعني من شفتش كانما الله سبحانه وتعالى قالها راح تتزوجها قال لي انه راح تتزوج هذه فاكيد احنا نتمنى لهم السلام ونتمنى لهم احنا حياة مفعمة بالحب وان شاء الله دائما يا ربي هذه محبتهم تعم على العالم اجمع وعلى كل متابعيهم لانه اللي يحب ويزرع حب يحصد حب فاكيد هم حصدوا محبة الناس وخير دليل اللي حصد هذه المحبة انه هم اليوم ضيوفنا بمحور حلقة هذا اليوم واللي نتناقش وياهم بهواية تفاصيل بحياتهم الخاصة بحياتهم على السوشيال ميديا وانا دا اشوف انه اكو ناس تشوفيهم بحياتهم الخاصة شكل وعلى السوشيال ميديا تصنع. هم ناس متصنعين مو هم أعتقد أننا رجعوا لنا ما أعرف يعني بعد أعتقد ما رجعوا سولين وريان رجعوا لنا وإحنا دا ننتظركم لأنه فعلا نريد نكمل وياكم المحور كلش مهم سولين شكرا أنا أسمعكم حبيبتي عودة ميمونة شكرا السؤال التالي لريان ريان أنت رياضي محترف شلون واجهت دسامة الأكل العراقي وقدرت تقاومه؟
You're a professional athlete. How do you avoid the fatty Iraqi food? I said, yeah, لازم أسوي هواية cardio. كارديو جدا مهم. لما يعرف انه اكو اكل عراقي لازم يتمرن كارديو اضعاف بعد وقبل. اي لازم يحرق هذه الدهون اكيد بالكارديو والتمارين الرياضيه. بالضبط نحاول نوازن. يعني اذا اكو اكل عراقي لازم اكو هواية رياضه. حلو. طيب سولين، انا حسب ما سمعت منك انه انت بالاصل مهندسه ديكور صح؟ صحيح. حلو، شنو سبب ابتعادك عن هندسه الديكور او يعني امتهانك واحترافك لهذه المهنه اللي خاصه بشهادتك؟ هو بصراحه انا بالبدايه من اول سنه من الدراسه لما شفت الدراسه وشفت شنو هو تصميم الداخلي حسيت انه مو هذا اللي اريده. يعني اخترت المجال، كنت متوقعه اني انا احب هاي الامور، لكن لما درست واشتغلت حسيت انه هذا الشيء ما يشبهني، هذا الشيء ما يسعدني. الفكره انه ما احب اقعد على اللابتوب فتره طويله، والتصميم خصوصا يحتاج اشهر انه كل يوم تقعد اكثر من 12 ساعه حتى تخلص تصميم. هو اكيد حلو والى ناس يدعون به، بس انا شخصيا لما درسته واشتغلت فيه حسيت انه مو هذا الشيء اللي اريد امتهن به طول حياتي. واشتغلت فيه اخر كم شهر بس بطلت اني ما اسوي. اها حلو. طيب سولين، هل كان ريان داعم لك بالنسبه للتمارين الرياضيه ام انت بالاساس عندك حب وشغف بهذا الموضوع؟ انا كان عندي حب خصوصا من ايام الجامعه، كان عندي حب للرياضه وكنت ادرب صديقاتي وياي خواتي اخذهم هيك على الواهس. بس هو بصراحه هوايه يدفعني اكثر، هوايه يشجعني اكثر، خصوصا بعد ما تزوجنا انه لما اشوفه هو يروح للرياضة يتمرن ويتدرب وعنده مزاج حلو، فهذا الشيء حفزني اكثر اكيد اني ارجع اتدرب وارجع انتظم بالرياضه. حلو. طيب هنا انا اريد انتقل لريان. يعني احنا شاهدناه باكثر من مقطع فيديو هو يتحدث بالعربية، يعني بعض المفردات العربية وكثير من الكلمات العراقية تحديدا. هنا خلي يعني أسمع من عنده أنه هو يجتهد بتعلمها، يعني هو الوحدة يسمع ويتعلم له، هو يطلب منك أنه تعلميه. Do you learn the Arabic alone or do you ask me to teach you or like tell them? Okay. Yes. Okay. So I've got my clients, my Arabic clients, I often ask them words in the gym, and then for at home I ask my wife for things like, I would ask like nabat, daw, loha, kitab, asr, these kind of things, halib. So I ask my wife, and in the kitchen when I make food, she teach me these kind of things. And then also I've got a Iraqi online teacher who also helps me with positive sentences. So I mean, that's all I am about is positivity and making a smile for people out there. So yeah. فهو يقول هو عنده أصلاً يعني المشتركين اللي يدربهم عرب، فدائماً يسألهم، هو عنده حب الفضول يحب يسأل ويحب يسألني أني هواية، فأني أعلم الكلمات بالبيت الكلمات العادية. وعندها من معلم حاليا، عندها معلمة على الأونلاين تعلم الكلمات أو الجمل الإيجابية اللي دائما يطلع يقولها الصبح. فهو صراحة هو شخصيا عنده حب التعلم، يعني أنا ما أقدر أجبره إنه هو يتعلم، ده هو ما حاب يتعلم، فهو دائما يجيني يسألني سؤالين علميني، شلون أقول هالكلمة، شلون أقول هالجملة، فهو عنده هذا الحب والشغف. حلو. أكيد يسألك شنو معناها وتوضحي له معناها وتشرحي له هي ويتعلمها. طيب هنا أنا سولين يبذل مجهود بتعلمه للكلمات العربية والمفردة العراقية؟ هواية يعني حتى مرات ترى إحنا قاعدين ويقعد يردد الكلمة، يرددها حتى النطق مالته يتحسن، يحفظها تظل بباله لأنه يريد يمارسها. حلو. يريد يظل يصيح شيء عربي يعني طلاقة. طيب سؤالين هنا جاوبيني بصراحة، منو اللي يمتلك طاقة إيجابية أكثر، أنت أو هو؟ أكيد هو مش واضح.
كلش واضح يعني. وأنا يعني دا لاحظة أنه أثناء ما نتحدث وياك هو عينه علينا وعينه عليك ومبتسم، يعني يريد يعرف شنو الكلام اللي دا يدور بيناتنا. بالضبط، هذا هم كان وضع لما أول ما تعرفنا أو ما زار أهلي قاعد وما يعرف شنو الموضوع، بس يريد يتعلم. هو هذا هم أكبر حافز يخلي يريد يتعلم لغة عربية، لأنه ده نختلط، هو ده يختلط بالعرب أكثر، فيريد يكون على علم باللي قاعد يصير، المحادثات اللي قاعد يصير. يحب إنه يفهم شنو الكلام اللي يدور، شنو النقاشات اللي قاعد. هذه نقطة كلش حلوة يعني. طيب طيب سؤالين، نبقى بمضمار اللغة والسؤال أيضا لريان، باعتبار دي نحكي عن الكلمات العربية والعراقية خاصة، شنو هي الكلمات الأكثر قربا إلى والكلمات اللي يعتبرها صعبة يعني ما يقدر يتعلمها كنطق مثلا؟ Okay. What is your favorite word, Iraqi word, and what is the hardest word you cannot say? Favorite word is kulish. بالضمة جاية من الوسط مو من الجنوب. And I won't say there's a difficult word. I think there's letters that's difficult to pronounce, like the hello, hello. So the ha is a difficult one. حرف الحاء. Yeah. هو يقول ما عنده كلمة صعبة، لكن الحروف نطق الحروف شوية دي صعبة عليه. هو دي يتحسن أكثر. لكن بسبب انه هو اجنبي وما عندهم كل الحروف اللي خصوصا العراقيين احنا نلفظ هواي حروف، فشويه صعبه عليه الحروف، الحاء القاف مثلا. هسه قاعد يتحسن اكثر، بس هي ما عنده يعني الحمد لله هو يقدر يتعلم كل شيء، بس الحروف شويه يعني. تمام، يعني الحروف المميزه باللغه العربيه او اللهجه العراقيه حقها يعني هي تكون اللي يميز اللهجات، تخلي بقيه الثقافات صعب عليهم انه يرددوها او ينطقوها بسهوله. صحيح صحيح. حلو. طيب سولين، انا هسه عندي سؤال يعني اريد جواب منك ومن ريان بنفس الوقت. احنا كلنا نعرف انه انتم جمعكم الحب الحقيقي، جمعتكم الصداقه، جمعتكم هذه الطاقه والحيويه اللي تربط بينك وبين ريان. طيب هنا هل اثر عليك يعني تاثير كبير او ماكو اي تاثير باختلاف الثقافات اللي بينك وبين ريان؟ يعني ممكن ثقافات، ممكن عادات وتقاليد يعني. هو شوف بالبداية بصراحة كنا شوي كان صعب علينا نتقبل اختلافات بعض، ما كنا فاهمين أكثر. بس حاليا هسه إحنا تقدر تقول بدنا نأخذ الأفضل من الثقافتين وبدنا نعلمها لبعض. حلو. وبدنا نلتقي بالنص، يعني الشيء اللي هو مثلا متعلمه إذا هو زين وإذا هو يحسن من علاقتنا، إذا هو يحسن من شخصيتنا نتعلم اثنيناتنا، وإذا شيء ما يناسب أساس عائلتنا فنحاول نبتعد عنه. بس عموما إحنا نلتقي بالنص دائما، نحاول نأخذ الشيء زين من اثنيناتنا. حلو. أسمع ريان. Because we are different in cultures. Yeah. So what is the difficult things in my culture and what is the things that you couldn't accept and how did you like it? Yeah, so the beginning for me was after getting married, converting. This is the most difficult thing for me, but I said to Celine, let's slowly get into it, and alhamdulillah today I feel like I'm good, I'm happy, and I understand and I know and I believe. That was the most difficult thing for me, for sure. The second thing for me was coming into different culture of the language, the language barrier, me not understanding the entire family sitting there, they're all talking and I'm sitting there. My first time overseas into a different country and in an Iraqi house, it sounds like everyone is fighting, but everyone is happy and smiling. So this was for me the basic challenges. And when we first also, it's I think in any marriage it's difficult to just come in together and to understand one another, because these things takes time. And alhamdulillah, in COVID lockdown, me and Solina had a lot of time to communicate, to start to learn, to understand, to talk to one another, because English is my second language and English is Solina's second language. We must communicate in second languages. So I just think the language was the most difficult, and then in the beginning the religion. تمام. لا لازم هسه استوعب اللي قاله وترجمه. ما شاء الله. بالبدايه
يحكي عن، لأن هو أكيد من ديانة مختلفة، وطبعاً الحمد لله أنه تحول للإسلام، فكان أها اعتنق الإسلام هنا أنا ريان بالضبط أكيد حلو أي الحمد لله الحمد لله. فبالبداية هذا الموضوع كان صعب عليه شوية، بس الحمد لله هسه هواية أحسن متقبلة أكثر. والموضوع الثاني هو اللغة، لأنه أنا إحنا اثنيناتنا أنا لغة عربية، هو لغة أصلاً مو إنجليزي، نعم لغة الأفريكانز لغة ثانية تشبه الألماني، فكان شوية عائق بيناتنا إنه نتفاهم بسهولة، نفهم بعض بسهولة أكثر. صح. ولما إجا للإمارات همين أول شيء لما نلتقى بعائلتي كان يقعد بيناتنا وما يفهم شنو الموضوع. أنا وين إيش يحكون؟ بالضبط، إنه إحنا نحكي نسولف ممكن دا نضحكوا عبالي إحنا نتعارك أو أصلاً شيء صاير بالموضوع، فهذا كان كانت الصعوبات اللي واجهتنا. حلو، طيب هنا سولين شنو هي العادات اللي احنا كعراقيين عندنا استغرب منها ريان؟ اتوقع اكثر شيء العائله، انه احنا دائما متجمعين مع بعض، متجمعين هذه الجماعه العراقيه اللي دائما بعوائلنا، فاستغرب هذا الموضوع. بالضبط، لانه هم مثلا عادتهم من عمر 18 سنه طلع من بيت اهله وعايش وحده، فانه حتى لما اشوف اخواني بعدهم مثلا ببيت اهلي قاعدين. يعني انت ما شايفه عمتك؟ شايفتها، شافتها زارتنا. لكن هو موضوعهم يعني او ثقافتهم مو مثلنا احنا، يعني اي فاهمك فاهمك بروده شوي بالعلاقه. صح صح، يعني مو مثلنا انه احنا ايه. الترابط الاسر اللي عندنا والسؤال وكل هاي التفاصيل. طيب هنا انا اريد اعرف من ريان شنو رايه ووجهة نظرة يعني بعمه وعمته اللي هم والدك ووالدتك، كل الحب والاحترام لهم اكيد. ماما تحب تموت عليه. What do you think about the mother-in-law's idea? What do we think about my mom and your mom? And then because in Iraq we have like mother-in-law and she like Yo, on the beginning I was so scared. I was too scared because her my mother-in-law is like Arabic professor and she's like this, and I was very scared, so I was just making sure I look after her daughter, then everything will be fine. but everything, alhamdulillah, everything was good. Even our mothers met and they loved each other, even though they're also totally different. I think they both also love the diversity in cultures and the world outside there, so alhamdulillah, it went actually great. And now today, alhamdulillah, we're like this. Best friends. Yeah. يقول البداية كان خايف من ماما شوية، لأن ماما شوية strict أو شوية شديدة بالبداية. شديدة. الصورة الخارجية تبين إنه هي شديدة. فبالبداية كان شوية عند ردة فعل، بس هسه الحمد لله لما يقعدوا مع بعض يسولفون إلى ما لا نهاية. وماما وبابا ماما وأمها من التقوا. وطلعوا مع بعض وصاروا صديقات، يعني فمع اختلاف ثقافتهم ولغتهم الا انهم توافقوا الحمد لله. الحمد لله. حلو، الحمد لله، الله يديمها يا رب. طيب سولين، بصراحه هذا المحتوى الايجابي والمحفز والجميل اللي تقدموه انت وريان، هل هو حقيقي واقعي 100% ام تضيفون عليه يعني نوع من خلينا نسميها مو مبالغه وانما من اجل شد الانتباه اكثر وشد الجمهور اكثر؟ يعني هل هو عفوي 100%؟ بصراحه شوفي، احنا خصوصا يعني السوشيال ميديا مسؤوليه، لانه احنا دن اكو ناس تتابعنا، اكو ناس تاثر بينا، فنحاول انه ما نقول لهم صوره غير واقعيه انه مستحيل يقدرون يعيشوها، مستحيل يقدرون يسووها. فاحنا نحاول قد ما نقدر انه احنا افكارنا اعتقاداتنا روحنا كلها نقلها بصورة بشكل مبسط للسوشيال ميديا. فالحمد لله أنه هذا واقعنا، واقعنا حتى يمكن أحلى، فنحاول قد ما نقدر نخليه عفوي، نخليه حقيقي للناس، حتى لما يشوفون الفيديو، لما يشوفون الصور يحسون بينا، نحس بيهم. فهي تكوين صداقات بالنهاية، فإذا كانت الصداقة مزيفة بالنهاية راح ينكشف الموضوع.
فالحمد لله انه كل ما نقدر نخليه بشكل واقعي انه هذا واقعنا. يعني دائما يكون واقعكم احلى، وهذا مبين يعني لاول مره اقول الكتاب يبين من عنوانه، مو دائما ولكن عليكم مبين جدا من عنوانه. يعني انا من جوابك فهمت انه حتى انه انتم محتواكم انه تنشرون الحب والصداقه والطاقه الايجابيه، هذا المحتوى اللي حابين توصلون للعالم اجمع. طيب هنا سولين، هل من خطه معينه ببالك لزياره العراق انت وريان لو هذا الموضوع مؤجل؟ اكيد اكيد. انا صراحه قبل ما اتزوج دائما يعني بالسنه مره مرتين اروح للعراق، بس من اتزوج لحد الان صار لي 3 سنوات 4 ما رايحه، بس ببالنا هو يعني كلش حاب يروح للعراق وكلش حاب يزور العراق ان شاء الله قريبا، ما اعرف ايش وقت ما محددين، بس نحاول يكون قريبا هالسنه ان شاء الله اذا سمحت الظروف. يعني هسه انت انا افهم انه توعدينا انه باول زياره لكم للعراق تكون داخل استوديو يوم جديد. اوكي ليش لا، اكيد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. طيب بغداد ما شافتها من 2003 يعني ممكن تكون اول مره بعد 18 سنه. اها تكون متغيره جدا ضيافتكم ان شاء الله. اكيد تجون وتشرفونا وتنورونا، احنا اهلكم واحنا ناسكم، واكيد جدوره الدولمه والبرياني كلها راح تكون جاهزه الريان. دولمه ايوه بس دولمه ايوه ان شاء الله حظوق الدولمه على ارض عراقيه هالمره. طيب سولين كلمه اخيره انت وريان تحبون توجهها لكل الناس المتابعين اللي يحبوكم. احب اقول شكرا على كل شيء، على كل كلمه حلوه كتبتوا لنا اياها، على دعمكم، على صداقتكم، وان شاء الله دائما نحاول نقدم لكم افضل ما يكون ونحاول نحسن صوره الحياه بنظركم، لانه هذا اللي احنا بدنا نحاول نسويه، نحاول نشر ايجابيه، نحاول نخليهم يفكرون بشكل غير، نحاول يحبون نخليهم يحبون نفسهم اكثر، يثقون بنفسهم اكثر، ويحبون الرياضه. حبيبي last word for your followers. This is like on a serious note. I've never met people like the Iraqis and the followers and all the people I meet, and I, alhamdulillah, I say it with seriousness, the guys and the people out there who motivate and the messages, it touch our heart. It motivates us, it inspires us, it makes us want to go further and put a smile on the face. And what you put out there is what comes back in your life. And alhamdulillah for everything. You guys are the best. And also I want to say thank you Mustafa and Mas for making this time to interview us. It's an absolute pleasure. Alhamdulillah, may you all just be blessed. Eh? Thank you so much. هم لامسوا قلبك ريان، وانت وسولين وعلاقتكم الجميلة جدا لامست قلوبنا جميعا، وانا راح اكون من المتابعين لك، وهسه اترك المجال لسولين ترجمي لنا وللمتابعين رسالته الاخيرة. ريان اول شيء تسلمين وتنورينا يا رب. ريان يقول على ملاحظة جد يعني او طريقة جدا بعيدا عن المزاح، العراقي من افضل الناس اللي قابلهم، انه كلش داعمين بصراحة، يعني العراقيين اكثر ناس داعمين الى خصوصا انه يتعلم وانه يقدم الافضل، لانه رده فعلهم هي ناتج عن اللي بيقدمه بزياده، انه يخلي يريد يقدم الافضل، يريد يحط ابتسامه على وجههم. فيقول شكرا لكم لكل كلمه ولكل مره دعمتوا بها وشجعتوا بها انه يقدم الافضل. جدا فخورين بكم وجدا فرحين انه كنتوا ويانا اليوم ضيوف نفخر بيهم. سولين يعني انت بنت العراق اللي نفخر بيك اكيد، وان شاء الله يا ربي دائما نتمنى لك الصحه والسلامه، وايضا ريان نتمنى له دائما الصحه وهذه الطاقه الايجابيه، واهم نقطه انه الله يديم عليكم هذه المحبه، وان شاء الله دائما نشوفكم باجمل صوره، والله لا يحرمكم من هذا الحب يا رب. تسلم يا رب، شكرا اسعدتونا على كل كلمه، شكرا على لقائكم، شكرا على اسئلتكم الحلوه، وشكرا على وقتكم. شكرا لكم من كل قلبنا. اتمنى لكم اسبوع مليان بالخير وبركه. حبيبي جدا، قلب كبير ومحبه كبيره لكم يا رب، والله يديمكم بهذه الطاقه الجميله.
شكرا لأجمل ثنائي على منصات التواصل الاجتماعي اللي كان ريان من جنوب أفريقيا وبنت العراق سولين اللي قدموا أجمل محتوى إيجابي على كل منصات السوشيال ميديا. إذا مشاهدين الكرام فاصل ونتواصل إياكم بفقرات يوم جديد.